قال خاشت وادي ديو قال خاشت وادي حش ديو خشيه وبحق الدم قديشة واللي بدم يا أنا يا حلوين قال وخلص لي وقديشة يلبن فإنهم شرح النغد عيم كسان النانا المحل كل دفايش ويلا طال الميثن امو خلد صغي واتفرون ديي قصة مداوة اللي الشجاعة تدم خور النخول طول دقاغون تا كدانا وبخايا مشتيخون آمين لا تذكر ناثر
وجرحه ودم مكاره قديشة إلا هم كبد تبيشي تصليوة عادي خبق تصليوة موكاخة وشينا يوثا وأنا كرقد مني بخد دغام أبثا عايتك مختد رشان خموكاخة تاذي قرى رابة كبيرة وأنا برهموثي مرحت الرشان مني لبسي مدت ياوثا عايتي أم خلصاني كمل بتي تطان الحشا وديل بندم خلصن قياني وأنا أكمنشن مخلاص دي بسبب دك عاجب ليلي الطان الحشا يا إيش عزيزة مرة مني حب دقيانا ودصلي وآولة ورخل حوذيتا تيزال الإشمية ولن أنا عذيرة تتخبقن عني برحمة ديوخ آمين بيشن غبينا بدردون وبشكايا يا إيش عليه ديوت مليم صيب رانوثا مختي لا راموثي ميثن أموخ آمين أبديل بشمية بايش مقدشش أموخ أثيا ملكوثو Thank you.
ميل دربين تخلق بيشا كل غزيل يمي طوانيفة ساد الطارق يمشي حوكم بالخوخلو ولك مالتكم وثب باثي دالين ويش عظمي طب حشي الدمية ناشي حطايا اللي الهيل من هذه كم قد مهم يمي الكيوة تشخوس دخطيتي فهو من هذه غزيثة مولانيثة كبيرة يا إما مرح الشرابة أنا كذا داد غزيثة مولانيثة بادي تفختا أوذع عذاب دبلونا عذاب ديما أنا كذا تخطي هذه رابع أني لا أنت خرزي لي شعب بغري وآية الثلثم يقالتا مقاوة النباخ إلا همك يا ذندي شاعين نبوات رحمة وآيتي وتمود الحطاي بدا من ناخذ طلبه المستاهوثا يا إما مرحمنيثا قاود يا نشبيخ بدم بلبس حيقة بشمنتا طلب طالي ميش عبرانك شوقانا دخطياثي طلب لي شوقانا طلب لي شوقانا آمين بابا في لبش ميا بايش مخدش شمو خاتي ملكو خو حاوش بونو نردي لبش ميا هذا خمبرا لكن أنا فهم لي رندا ميل معنى دادي أنا يوين وقولي نايا لا بعجبوني إلا بكوتك قطانا ختم قهاثا خصلي وقلولة كبيرة أذتكم خدمة تطالي يعيش عليه أنا بسبب كيف دي وعجبوني لك راشن بجهوة لك زدن مدراك ولك إيقن ميقرو أوقانا لكن بسبب غيايش عزيزة أنا خازن يقول كل مندي وكرقين كل شولة خازن عسقى كل عوادة يايش عم خلصاني هل خطصة خميموثة وكشيروثة هل لبا تطان الحشة أموخ تدهاوي بتبصغن بقاوخ والأباد آمين ما بندي لبش ميا بايش مخدش شمو فاتي يا ملك وخدو
مشي يا باهي دي شعب كفية سادة طارق يا مشي حوكم برخوخنا يا مصري وقدي شنفر صحابنا طالي مسالم لا هذه كفية يا بختام الحب رابا طالي هلا يا طوني ثوارينا أنك عاجب لي تطوعنا بلبيا لصرت قدشت صرت البالد مخلصاني الدين العذوبة لكن لبي قش يده حب دقياني وبايد رهموثة وذيل تدقى بالمخاذي صرت قديشتا بدم يا خلصاني ملي حنينوثة بريب لبخاثة نظيفة وسحيقة ومكيخة فلد هذه لبات وعشم قديشة بيدانا قصيدة وندبى النوخ آية الخوذق يا إيشو طوت دي الحوذيك إيش على الخوذيك من دو ذنن إيش عند خيرت دي آمين إيش عيل خميرا محكيثي آمين إيش عيل خميرا مشتاقوثة حبة لبي آمين إيش عبت شقلن خميرا تصوذي بخاي آمين إيش عبت شقلن قوة تطالي بعدان الموثة آمين شمد إيش كمشان بكل عدانة دنسل من قياني آمين بندي لبشمية بايش مخش شمو خفي ملكوثو هاو عجبونو دربي لبشمية هذا أمبرا تلي اللقمة سبحان الهيو شوق على النام قياة اللقمة في شوق سبب ديو فينا ملكوثا إيه
دسلي واقه التتي سادو طالق يا مشيحه وكم برخو خلو يا دسلي وقديش خلص حالما ولما كدش مياثا وبراي جبريثا بيلا اللي درخو دسلي ومريقرا كبيرة ما قلم سيبورم كيوي وما كبير البطانة لزلواثة وما قد قابل مسخرة ولومة هاي يعيش علي شينا يا بسيمة كما ترد على بديت بقوين وقديشة بريشة كيبة وانا كمر مريشي صب شمية براموثة وشقل شهارة بقياني ولك تخلند انا ليون مندي الا خقصة اوبرا وفن بيشو ثدي ربثة وخطيثي اللي مكاخة يا يشو عليه اللي مكاخة من بربش راموثي وشوهاري وميذي لدليون مندي هايت كم باردتي من أبرا حذيرة وانا الدار الأبرا راحم اللي يا إلهي مراحم اللي خاش خواذة حشو خوذ لي التيون الباخن اللي تبيشاثي ومن انبلت خوذ لي ديال بن قيامة مهوثة دخطياثي آمين المرحلة الثامنة نتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك في صليبك المقدس افتديت العالم إنني لقد فهمت يا مخلص الحبيب لقد فهمت ما هو معنى قولك ليس عليك بل على ذاتي يلزمني أن أبكي بكاء مراً ودموعي تزيدك عذاباً إن لم تكن دموع الانسحاب فابكي يا قلبي ابكي لا على فاديك الماضي إلى الموت بل على خطيئتك التي تسوقه إلى الموت إنك إن لم تحسن أن تمحي خطيئتك بدموع الانسحاب فأنت قاس جداً على ذاتك فيا دم يسوع مخلص الكريم لين قلبي الذي لا يبكي آمين أنر عقلي الذي لا يعرف آمين أمل إرادتي التي تقاوم آمين أي نعم يا يسوع مخلصي أنا نادم من صميم قلبي على خطاياي ولن أزال أندوها باكيا إلى النفس الأخير وأرتضي بالموت ألف مرة ولا أرجع إلى الخطيئة مرة أخرى فقوم ندامتي وثبت قصدي بنعمتك الإلهية آمين أبانا الذي في السماوات ليكون
ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. المرحلة التاسعة، نتأمل يسوع ساقطا تحت الصليب ثالث مرة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس افتديت العالم. آه يا يسوع إلهي، يا يسوع رجائي، إنني أشاهدك أيضا مرة ثالثة ساقطا تحت الصليب. فحقا إنه ليس الخشبة هي التي تثقل عليك بكل هذا الظلم والقساوة، بل أن عدم معروفي هو الذي يجعل صليبك ثقيلا بلا حد، حتى أنه لا يمكنك حمله. فسقطات المتواترة في الخطيئة هي التي تسبب سقطاتك. كم من مرة أرجع من الخطيئة إلى الاعتراف، ومن الاعتراف إلى الخطيئة. كم من مرة أوجد خائنا نحوك، كم من مرة أغيظك، فإنني لعالم، إي نعم إني لعارف أن هذا هو الثقل غير المحدود الذي يثقل صليبك الشديد في الغاية. أما الآن فإنني عازم على ذاتي بأن أصلح سيرتي، ولكن ماذا يحل بي إن رجعت أيضا فسقطت ولم تعد أنت تعطيني عوناً لكي أنهض مقتدياً بك؟ فيا يسوع إلهي غير المتناهية رحمته، اسندني بآلامك، آمين. استرني في جراحاتك، آمين. قوني بدمك الأقدس، آمين. حتى لا أرجع أبداً إلى الخطيئة أبداً أبداً، آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاحنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم المبتلية، نعمة الرب معك.
تأملوا أن الجند يعرون يسوع من ثيابه ويسقونه خلا ممزوجا بمرار. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك في صليبك المقدس افتديت العالم. ما هذا التضادد الفائق كل قياس؟ فإنك أنت يا يسوع فادي الحبيب توجد متعريا بكليتك ممزقا، وأنت حي صائرا بكليتك جرحا واحدا. وأنا أتزين بالملابس الفاخرة وأتمتع بالصحة والعافية وأتمنطق باللذات والأباطيل. أنت يا مخلص الحلو تسقى مرارة وتمزق أحشاؤك، وأنا أتنعم بما أهواه من اللذات والترفهات. أنت يا نعيم أهل الفردوس تشبع من الأوجاع، وأنا دودة الأرض أصوم عن التوبة مبتعدا عنها. لا يا يسوع فادي لا يكن هكذا، إنه لأمر مخالف للصواب أن تكون أنت يا عنصر البرارة متعذبا وأنا الخاطئ متنعما. فارسل لي قليلا من أوجاعك وامددني بمعونة نعمتك، وإن كان لتخفيف هذه المرارة التي سقيها مخلصي يكفي قليل من الندامة، فماذا تفعلين يا نفسي؟ لما لا تبكين؟ أي نعم يا يسوع مخلص الكل الأوجاع، أنا نادم على خطاياي من كل قلبي. أسألك أن ترحمني فإني أحبك فوق كل شيء. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، الحادية عشرة. فتأمل يسوع مسمرا على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك في صليبك المقدس افتديت العالم. ها قد بلغت يا يسوع إلى الجبل الذي اشتقت إليه، ها قد بلغت مسوقا مثل الحمل للذبح، مضروبا برفس الأرجل، مجرورا بالحبال، مسوقا جريا بغاية الشراسة، مرافقا لازدياد العار بلصين شريرين. ما هذا المشهد المريع؟ يسوع المخلص مبجن على صليب شديد القساوة، مسامير تدق في يديه،
مسامير تبجن في رجليه، أشواك حادة تغرس في رأسه. ما هذه الإهانات؟ ما هذه الأوجاع؟ ما هذا الكرب الشديد؟ ترى كم من الهواني، كم من الدم؟ من ذا يستطيع أن يشاهدك يا يسوع الحبيب إلا وتحطل عيناه الدموع؟ من يستطيع أن يتأملك إلا ويحس بقلبه متمزقاً توجعاً وإشفاقاً؟ فاسمح لي يا مخلص المنازع لأجلي، اسمح لي بأن أقترب منك، وإذ كانت خطاياي قد ساقتك إلى الموت فأريد أن أقبل هذا الصليب وأختفي في هذه الجراحات وأستقي من هذا الدم الأقدس. فيا جراحات مخلصي ودمه، يا دم مخلصي وجراحاته، إذا كنتم قد افتديتموني فخلصوني، خلصوني، خلصوني، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير. آمين. المرحلة الثانية عشرة، نتأمل يسوع مرفوعا على الصليب ومائتا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك في صليبك المقدس افتديت العالم. هو ذا قد اكتملت الذبيحة، هو ذا قد انتهت المحرقة العظيمة، ها إن إرادة الأب الأزلي قد تمت. هو ذا ابن الله على قمة الجبل مبجناً على الصليب، صائراً مشهداً موجعاً للسماء والأرض والعناصر. ها قد مات يسوع إلهي، قد مات، فتانك العينان المقدستان الغائرتان، وتانك الشفتان المزرقتان، وتلك الأشواك المرهفة، وتلك المسامير الجافية، وتلك الجراحات المثخنة، وذاك الجنب المفتوح، وذاك الدم المهراق. هذه بأجمعها ينابيع رحمة، ولكن ها وذا حول الصليب أشاهد أيضا العدل الإلهي مجردا سيفه. فالويل لي إن صيرت عمل فدائي باطلا باستمراري مصرا على خطيئتي. لا يا يسوع فادي، لا تدعني أنحدر من هذا الجبل ما لم تطبع في قلبي آلامك المرة في الغاية. ثم اجعلني أن أحيا وأموت في جراحاتك المقدسة
برحمتك الفائقة آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، يكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، الثالثة عشرة. نتأمل يسوع منزلا من على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس ابتديت العالم. أيتها العذراء القديسة أم يسوع مخلص المصلوب، أأنت تقبلينه في حضنك؟ فحقا إن كنت لا تموتين من شدة التوجع، وإن كان الحب لا يميتك فهو لأن يسوع لا يريد أن تموتي هكذا. يا لعمري، إن عذابين فادحين في الغاية قد اتفقا لافتدائي، وهما ذبيحة جسدية في الابن وذبيحة روحية في الأم، وكلتاهما من أجلي أنا الإنسان الناكر الجميل. فيا رحمة يسوع مخلصي غير المتناهية، ويا أيتها العذراء أم الأحزان الجزيلة الرافة، إنني أشكر إحسانكما. ترى ما أشد قساوة خطيئتي؟ أيتها الخطيئة، لقد عذبت الإبن الوحيد ومزقت قلب الأم الحبيبة. من ذا يصف شرك؟ فيا أيتها الأم القديسة، قبلة قبلي عني تلك الجراحات، قبلة قبلي ذلك الصليب الملطخ بدم حبيبك المهراق. أنا لا أجسر أن أدنو منه، لأن خطيئتي تصور أمامي سوء خيانتي وقساوة قلبي. فيا أيتها العذراء المتألمة المتعذبة، التمسي لي هبة الندامة، وباستحقاقات شدة اكتئابك استميح لي نعمة التوبة والخلاص. آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا،
عشرة نتأمل يسوع موضوعا في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس افتديت العالم. من يعطيني ينابيع الدموع لكي ما أبكي على موت يسوع مخلصي وأرافقه إلى القبر؟ يا يسوع إلهي، إنك قد افتديت من جهنم العالم كله بسبك دمك الكريم إلى آخر نقطة، ومع هذا كله فما عدا أناسا قليلين لا يوجد من يغرق قبرك بدموع التوجع والإشفاق. يا له من عدم وفاء خال من الرفق، فأنا أريد يا يسوع الحبيب أن أبكي عن الجميع على موتك الأليم، وأن أبغض عن الجميع الخطيئة التي سلمتك إلى الموت. فليكن يا إلهي قلبي قبراً لك. إي نعم يا يسوع مخلصي، كم من رحمتك، اذجع في قلبي، طهره وقدسه، اطبع فيه صورة موتك المحيي حتى أقبل موتي بالرضا حباً بك. فأعطني إذن، أعطني أن أموت كل يوم عن ذاتي لكي أستطيع أن أحيا إلى الأبد معك. آمين. الذي في السماوات